العنوان الذي نحن بصدده بدعة المولد، فهذا العنوان مرتبط بحدث يمارسه المتصوف في هذه الأيام، لأن الصوفية الأيام دي نشيطين جدا في الساحات وفي الميادين وفي الشوارع، ويرقصوا ويغنوا ويطبلوا ويأكلوا في حلاوة لكوم ويأكلوا في الحلويات التي شكلت بأشكال الأصنام. والبدعة كما عرفها العلماء قالوا هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها مزيد تعبد. فالبدعة هي كل أمر محدث قصد به صاحبه التقرب إلى الله تبارك وتعالى. يعني أنت الليلة لو مشيت لأي صوفي وأي طريقة صوفية في المولد، قلت لهم أنتوا عاملين المولد ده، قل لك ما عاملينه للذكر، نذكر الله ونذكر سيرة الرسول عشان ربنا يدينا أجر وحسنات. والبدعة لا تقرب إلى الله تبارك وتعالى، البدعة تزيد الإنسان بعدا من الله تبارك وتعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المعروف المشهور الذي يحفظه في الغالب عامة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود على صاحبه، لا وزن له ولا قيمة له ولا يثاب عليه، بل يعاقب عليه، لأنه أتى في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، ونسب إليه ما ليس منه. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المحدثات والبدع في كل خطبة، كان يقول: وإياكم، وإيا حرف تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يعني البدع كلها ضلال، ما في الدين حاجة اسمها بدعة حسنة أبدا أبدا أبدا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. قال العلماء: كل من ألفاظ العموم، بل من أقوى ألفاظ العموم. يعني هسه لو في زول قال الناس اللي هنا دل كلهم محترمين إلا المتصوفة، يكون الجماعة كل دي من ألفاظ العموم، استثنى منه الصوفية. وفعلا واصل جاينا كل أمام محترمين، دي كتب جبناها، كتب جديدة والله، موديل 2000 وهسة، كتب موديل 2000 وهسة بها فاتورة من معرض الخرطوم الدولي، كتاب قدر الضربة تلقاه قدر ده، ولو جرحته في النيل الأبيض بيلوسوا بالكفر والشرك. وأما أنت ما تستعجل، ونحن جايينك الليلة إن شاء الله يا صوفية يا إما ترحلوا يا إما ترحل، ما في ثاني اثنين، لأنه حنطلع قلة أدب ونطلع شرك ونطلع بدع وضلال من كتبكم. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أصلا ولا بنشتمك، لكن بنقول لك ده كلام أبوك الشيخ ود بدر في كتاب سراج السالكين، ده كتاب عبد المحمود نور الدايم في أزاهر الرياض وفي قلائد الذهب وفي شرب الكاس، دي كلها كتب حق الصوفية، ما حقتنا، حق الصوفية ونشروه وكتبوه. فالمولد بدعة ليست من دين الله تبارك وتعالى في شيء. أول حاجة وأول معلومة تعرفها يا طالب عشان ما تتغشى، لأنه في ناس يقول لك والله الناس دي كلها في المولد، والله في واحد جابوه أنا ما أعرف منو من الأخوان المسلمين في المولد، واحد ثاني يا أخي ما تغتر بكثرة الناس، لأنه الناس ما هو الناس كتار على باطل وعلى ضلال، فما تغتر بالكثرة. فالمولد بدعة منكرة لا تزيد الإنسان من الله إلا بعدا. والله يعني الزول العاقل لو عاين للمولد
من ناحية شرعية ومن ناحية فقهية وعقلية يجد أن هذا الأمر منكر ولا يقره دين ولا يقره عقل صحيح. لأنه يا زول هوي شغل بتاع مجانين بس، والله مجانين. واحد تلقاه عنده جل تلقاه اللي كان بيلبسها في الأيام العادية قماشتها بمليون ونص، أول ما جاء المولد تلقاه جدع الجلابية البيضاء ولبستها جلابية مرقعة فيها يعني قريبة الخمستاشر رقعة ومن قدام. ويا زول بس شفتها بوهيات أيوب وبوهيات المهندس جلابية الصوفي، ويقول لك ده الزهد، الزهد في الدنيا، وده ما الزهد، ده ما الزهد. وتاني واحد تلقاه لابس له طاقية يا أخي لو ربطت فيها إيلان بي تجيب بيها قناة القنوات الرياضية اي ار تي سبورت. يا أخي ما ممكن، أشكالهم ساي، والله أشكالهم ساي، توريك إنه شغلتهم دي شغلة بتاعت لعب ساي. لأنه الواحد تلقاه فايته فيه رقصة في حفلة وخجلان يرقص في الحفلة، يجي حتى النبك في المولد، فتمتوم حمتنا النوم وفتم شطة حمتني النطة، وانت ضربت فتة حتكون حتعمل شنو يعني؟ ما حتنقل زي كرة التنس. ضرب فتة، فتة بيرز وفتة ما عارف لك وشاي لبن باللقيمات وحلاوة مولد وعروسة مولد. يا زول واحد قال لا السنة عروسة مولد غالية، قال لي لأنه معاشرة ولا شنو؟ عروسة مولد صنم من الأصنام، ما تشتريه ولا تاكله ولا تبيعه. لكن الزول لما تكون عقيدته خربانة ترى بيجيب زي دي حاجة البلاوي زي دي في المولد دي. فالمولد بدعة أحدثها الشيعة. شوف المولد ده ما عنده علاقة بالسنة أبدا، أصلا فكرة بتاعت الشيعة، أحدثها الفاطميون العبيديون الشيعة. يعني شنو؟ الصوفية في المولد تابعوا الشيعة، لأنه ما في الشريعة الإسلامية القرآن ما فيه مولد، السنة ما فيها مولد، سنة الخلفاء الراشدين ما فيها مولد. المولد جبتوه من وين؟ وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجود. وإلا بنسأل الصوفية كم سؤال، أين كان يحتفل النبي عليه الصلاة والسلام بالمولد؟ في مكة ولا المدينة؟ في الحرم ولا جوا الحرم؟ الحاجة الثانية، من الذي كان يقرأ المولد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصوفي ذاته قل له كان بيقرأ المولد منه؟ يقول لك والله ما كان في زول بيقرأ المولد. طيب انت مالك فالق راسنا مرحبا بالمصطفى يا مزهلة، وبعد شوية يقوم يقول لك الرسول جاء، الرسول جاء، يا كذابين يا محتالين، الرسول يجيكم انتوا؟ زي ما قال الصوفي خليفة، خليفة في ميدان الخليفة، كلهم خليفة وكلهم متخلفين. المهم قال والله الرسول قال أنا زائر السودان، والجماعة وراه زغرته، أوه زغاريت حقت النسوان دي، واحدين بكوا واحدين كوركوا، زغرته الصوفية. يا أخي يا أخي والله العظيم والله يا خجلة، خلاص خلاص حسكم تبي انقرج بقيتوا زغرته، والليلة بالزغرته إن شاء الله يا صوفية، الليلة حزغرته. المهم قال جاني الرسول وقال لي أنا زائر السودان، والرسول قال لي والله ما نادني باسمي، قال لي يا شيخ خليفة، يا شيخ خليفة الرسول شيخني. الجماعة أوك، وقال أنا ضامن، الرسول قال لي أنت ضامن وبتضمن، والجماعة ذن أنا كلهم ضمنتهم. هذا ليش شركة تأمين تضمن أنت؟ وده كله إجرام، والناس المساكين القاعدين تحت يبكوا يا شيخ أضمننا يا شيخ أضمننا. يا أخي والله إذا شفتها مستشفى ما يدخلها، مستشفى ما يدخلها، لكن لأنه أيز الصوفي بعطل عقله تماما. شوف الصوفي عطل عقله تماما وأدى المفتاح للشيخ، والشيخ جدع المفتاح في الحمام، عشان كده بتلقاه عقله معفن ومحجر ما يفهم وما يقبل إلا الكلام اللي جابه شيخه. زي ما قال عبد الرحيم الزريبة، عبد الرحيم الزريبة أو البرعي، دك إمام في الضلالة لا يشق له غبار، قال أستاذك يا فقير كون عنده ذليل حقير، وله أتبع كالصغير وما تميل أبدا لغير، كون له قريب جار وله أخدم بدون إيجار أو عاك من الكيجار. الصوفي قال لك ما تكاجر أبوك الشيخ، ما تكاجره، لأنه لو كاجرته الشيخ بيطردك. قال أوعاك
أوعك أوعك من الكيجار ومعاملة التجار في كربك عنده. وترى ذاك القدام ذاك عدم مروة وعدم رجالة، لكن الجاي ده شرك، قال في كربك عنده بدغيثك جنده، وده شرك بالله تبارك وتعالى. والله الذي لا إله غيره، الكلام الذي يقوله هذا الرجل ما قال به المشركون الأوائل يا أخي. ده قال غير الله بخلق، وقال غير الله بدي الجنة، وغير الله بيتصرف في الكون، وغير الله متحكم في الكون، والكلام ده كله موثق في الكتب وفي الأشعار وفي المقاطع وغيره. فأنت عارف أنه المولد لا أساس له في دين الله تبارك وتعالى. قلت له قول للصوفي الكان بيقرأ المولد منه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لك ما في. طيب ورينا بعض القصائد التي كانت تنشد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المولد. في؟ ما في. الحلويات اللي كانوا قاعد يبيعوها في الزمن ذاك شنو؟ وكم خيمة كانت هناك؟ كل أسئلة لا يجد الصوفي لها إجابة والله جد، إلا يقول لك طبعا أبونا الشيخ حلم، وأبونا الشيخ قال، وأبونا الشيخ، وأبوك الشيخ ده هنا ما بيشتغل هنا. هنا الله قال، الرسول قال، عندك أدلة من القرآن والسنة جيبه مرحب. لكن أبونا طار وأبوك ركة يا أخي طير يرك الليلة ما عنده طريقة إلا الليلة هنا بس. الليلة الصوفية يعني يبين حالهم وشرهم وضلالهم وبدعتهم التي أحدثوها. الموالد وتمشي الموالد يا زول شغلة غريبة مرة واحدة دي، خليها يجيك من ناحية أخلاقية. النسوان الماشات في المولد بناطلين، ونسوان يا زول لابسات تياب أفخر التياب، توب يا زول تشوف من هناك يجهرك ذاته كله ألوان وأشكال. والمشكلة إنه جايبة أو عمك ذاته بعمة عمته وجلابته كرة في الوطن، ومرته رابصة نص الساق دي المحيرانة ذات يا زول ما تلم هناك جلابته كرة مع الوطن زي الجبان بتاع الدفار، والمرة لابسة هنا في نص الساق وتوب خفيف 2 مليون وما بغت القرعين. التوب 2 مليون وما بغت القرعين. يقول لك ماشيين المولد، ويا ولد ماشيين المولد ها، البسي البسي عليك الله التوبة، جبت لك من الامارات البسيو. ومش زول دلوكة ساكت، زول زي ده دلوكة يسوق بناته واولاده، والمولد ده فيه شفاته طبعا. انت قال ما فيه شفاته؟ في جماعه لا جايين يحتفلوا بالمولد، ولا جايين ياكلوا حلاوه مولد، ولا جايين يذكروا، ولا جايين، ولا عندهم اي علاقه. ديل جايين بس عندهم فوانيس فوانيس وزنن دي يا زول هوي. والله خطيره مره واحده. عشان كده تلقاهم قاعدين ومتكلين في ورا الصيوانات. اسمعي رقمي كم وديني تلفونك، وعندك واتساب وعندك واتساب، ونتقابل لانه انا قبل شايفك لكن وين بس ما عارف، ما شفتها هنا عاطل، شفتها وين يعني؟ والله شايفك قبل كده لكن وين انا ما عارف. والله كده ان شاء الله بيحصل خير بمناسبه مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتقابل ثاني، نتقابل تبدوك فيها مقلب والله ما تعرفه الا يوم القيامه. ده اجرام يمارس، المواعيد والاختلاط وغيره من الفجور يقع في هذه الساحات. يا اخي البرهانيه كان طريقه صوفيه ضاله، ديل عندهم حواريات المانيات، حوارات المانيات يعني مستوردين، ونحن في السودان هنا الحوارات السودانيات الله يقدرنا ننجمن. جابوا لنا المانيات طبعا الشماشه ما يقول لك هناي ضيع، طبعا في ماركات كده زولوي المانيه وتلقاه اوه ماشي ويا كله مره مقرب على الدرويشه. والله مره حضرت لي مقطع بتاع فيديو بتاع برهانيه ذاتهم يا زول، مش نشروه نحن نتكلم ولا بنخجل ذاته يا زول. قالت لك الالمانيه دي لما انا ذاته والله قلت يا ناس ده معقوله يا زول؟ سلم لك على المانيه بالحضن والله يا صوفي صوفي طاقته برتغاليه ظن وصل قرعه شفتها، سلم لك على الالمانيه كده ذاته لما عرفت حاجه والله جد. ده شنو يا جماعه؟ قول لك لا غرقان غرقان ما تسال غرقان، الليله بنوريك الغرق. فالتصوف تعطيل للعقل وبدع اختلاط وبدع وضلالات وشرك وشرك شرك عجيب مره واحده. عشان كده وانا دار اديك نموذج انه يعني واحد ساله صوفي هنا قال له هل يجوز للشيخ هل يجوز للمريد يعاين لمرض الشيخ؟ قال نعم اذا راها كالخشبه، قال وان جلس معها على الفراش فلا حرج الا فلا يا زول. قال كالخشبه، في مره بشوفها كالخشبه يا زول، لو كان جاء توب سايت تلقاه يتلفز زي ما رحت الطرابيزه. يقول لك والله حاجه جات بيداي شنو لكن ما عارف.
لو شاف له توب توب والله لا يكون شفته ما راجل ولا يكون هو ذاته خشبة. لكن قال حتى لو قعد معاه فوق في فريق ذاته ما في حاجة. يا ده آخر ما توصلت له يا صوفية، ده في كتاب سراج السالكين، هنا في كتاب سراج السالكين، وده غيره غير البدعة الثانية. فأنا داري أوريك إنه التصوف عبارة عن ضلال وشرك وبدع. ده مش منكر والاختلاط. تاني شوف القصائد، أوه القصائد دي خليها ساي، قصائد لا يعلمها إلا الله، شرك واضح. وناديت وتحسون الفوق يا ابو فركه فارس العوق، وشايلين الله برجال الله، وما عارف لك يا الساده الساده، انا عبدا لكم نادى، وقم يا اخي ناديهم لي، ودي لها الله البزير البي، ده كله بتلقى في الموالد. وده ما ذكر، ده شرك. اصلا ما يغشك واحد يقول لك في المولد بنذكر الله، وذكر بالدلوكه، ما في ذكر بالدلوكه. لاقاكم ذكر بالدلوكه؟ فيه في القران ذكر بالدلوكه ما في، لكن عند الصوفيه في. انت شوف الصوفيه دي دار بص شفت دار تعرف خلاصة دين التصوف همش الموالد دي. شوف اللي بيحصل فيها شنو، وما تمشي. انا بنصحك ما تمشي، لا تمشي انت، لا تمشي، لا تودي اختك، لا امك، لا زوجتك ولا بناتك. خليك زول حريص على عرضك يا زول. في شفاته هناك قاعدين، شفاته قاعدين بس شفت في المحلات دي، يعني صادوا اعراض المسلمين والله. والمشكله تتكلم يقول لك اها المولد ذاته بقيت محل بتاع هناي. شوف اكثر محل بتاع فساد عقدي واخلاقي واي حاجه المولد. والجرائد وسجلات الشرطه بتكتب، تقول لك ان حق عندنا جيبه من راسنا. ما هو الموالد حصلت فيها بلاوي، حصلت فيها ايام، حصلت فيها بلاوي، وحصلت فيها فتن، وحصلت فيها محن، لحد ما جابوها ناس الشرطه. اها ده حق منو؟ ده برضه وهابيه وكلام باطل. فالمولد بدعه ما انزل الله بها من سلطان، فما يجوز لمسلم ولا مسلمه يحتفل بالنبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين ثاني تعالوا يا صوفيه تحتفلوا بالنبي عليه الصلاه والسلام 12 يوم بس وباقي الايام. وهل النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحتفل من يوم واحد لحد يوم 12؟ وده كلام باطل. النبي عليه الصلاه والسلام لما سالوه قال عن يوم عن صيام يوم الاثنين، يقول لك طبعا من الشبهه اللي بيجيبوها، يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم يوم الاثنين والخميس. لما سالوه قال الأم الاثنين فذاك يوم ولدت فيه، كان بيصومه. وانت ما قاعد تصوم يا صوفي، انت بتضرب في الفته وتضرب حلاوه لكوم وتضرب حلاوه مولد الحمص والسمسميه، ولما سنونك سوسن يعملوك حشوه تاكل في الحلويات زي غنميت الغلغل، وتقرش بالليل وبالنهار تلقى يقرش وكرمهم كككم كككم كككم. ده شنو؟ ولا يقول الله دي حلاوه بتاع مولد. يا اخي حلاوه مولد شنو يا زول؟ مولد عنده حلاوه؟ وشابه اليهود والنصارى، اليهود والنصارى عندهم احتفال بميلاد عيسى عليه السلام. ما عندهم اعياد الميلاد؟ اعياد الميلاد عندهم اعياد تسمى اعياد الميلاد. وده شابه الصوفيه شابه فيها النصارى، شابه النصارى في الاحتفال بعيد الميلاد. زي ما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال فمن وباقي الشبهات. ويوم الخميس يقول لك ده يوم النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم الخميس يوم ترفع فيه الأعمال أو تعرض فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فأحب أن يرفع عملي وانا صايم. فما في دليل في هذا على الاحتفال بالمولد. يقول لك ثاني ربنا قال في سوره يونس قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والاستدلال بهذه الايه لم يثبت عن احد الائمه الاعلام ولا عن الصحابه الكرام ولا غيرهم. الايه دي نزلت على منو؟ مش على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة مع الصحابة كانوا في عهده متواجدين. الآية دي النبي عليه الصلاة والسلام فيهما وطبق. هل طبق زي تطبيقكم انتوا الآن؟ مالين لنا الشوارع وزفة المولد وصفافير ونسوان؟ يا أخي شغلة ذاته غريبة مرة واحدة. وبعدين ده أديك بشرة، المولد الأخير ده قالوا جايبين جمال فرفور في المولد، لأنه الشباب معظم الشباب وعى والله معظم الشباب
واحد تلقاه يا زول عامل شعره مفلفل وكده عامله كده كوم فوق، تقول له اسمع اها البرعي كيف يا اخي؟ قبل ايام صليت في مسجد اها واحد من اخواننا عمل نصيحه، انا قلت كذا نشوف الشباب البرة واحد كده، قلت له اها، قلت له والله يا اخي طبعا الشرك والناس البلد دي، قال لي اكبر بليه في البلد دي البرعي ده، والله انا لما نزلت شفت لبت يا اخي جاب لي مره واحده بس كده بس كرو، قال لي اكبر جريمه شفتها واكبر بليه البرعي والجماعه دي، قال لي اكثر ناس نشروا الشرك ونشروا البدع، وزول دقنوا حالقه وما عنده اي علاقه يعني ظاهرا كده يعني حالق دقنه وجلابته طويله وكده، لكن عقيدته 100%، عشان كده جابوا الفنانين عشان يجروا شنو الشباب، لانه الفنان الزول اللي بيحب الفنان لما يجيبوا له في محل بيجي، لو جابوا له في المولد ولا جابوا له غير المولد يقول لك اوه ده فرفور يا معقول يا اخي، ويقول لك قالوا جايبين واحده فنانه، والله طبعا في ناس عندهم مرض للفنانات واحد كده والله، وخلي الكلام ده لما نجيك له موضوع ده موضوع ثاني. فالمهم الشباب الان كثير من الشباب وقع الا زول عقله مطبول اداه مفتاحه للشيخ، والله يا اخي تمشي تسجد للشيخ، وانا خشيت المولد القبل اللي فات ده قبل سنتين خشيت جوا القبر بتاع البرهانيه ذات لسه كانت دقن كانت شويه كده ولابس يعني بنطلون وقميص، وخشيت جوا عشان اشوف عشان ما افضل يجي يكورك يقول والله الكلام ده قلت براكم ما في كلام زي ده، لقيت الجماعه ساجدين في القبر وطايفين في القبر، وفي مصريين مبطحين زي الجرينتي جنب اللي هنا جنب القبر، والله مبطحين قاعدين واحد بالله زي القمر المقلوب قاعد جوا هناك يا زول، هوي والله حجمه لا يعلمه الا الله، سمين وثقيل ورقبه كبيره وقاعد جوا حبس القبر جوا، تجي مره يرفع عينه كده يا زول، المره تجي خاشيه القبر ما بتدي القبر ظهرها، يعني لما تمش كده ثاني ما بتجي راجعه كده تدي ظهرها، لا بترجع ورا، كان ما عندها مرايات وكان في شماشه ورا، يا ناس ده دين ده جوا هناك خشيت جوا عشان ما تجي ظالت، والله جوا هناك جوا في بتاع البرهانيه ده. فالمهم دي بلاوي الان تنشا تمارس باسم محبه النبي عليه الصلاه والسلام وباسم ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي بريء، النبي بريء من هذه الاحتفالات ومن هذه الضلالات ومن هذه البدع التي يشرك فيها بالله تبارك وتعالى. شرك بالله تبارك وتعالى، مدد يا فلان، وزي ما قال لك اخونا وخشيت ذاته انا مشيت البرهانيه، مدد يا دسوقي دي تقال وين؟ عندهم علم بيرفعوه بالريموت كنترول، والله علم قدر فرضه الصيوان، عالم يا زول هو يحيرك يقطع لك خمس صهير جلابي انا قاعد. المهم كاتبين في النص مدد يا دسوقي، وكاتبين فوق لا اله الا الله محمد رسول الله، وفوق كاتبين ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي، وفي النص مدد يا دسوقي، ما كان تقول مدد يا رسول الله كان بجوز يعني، وما بجوز، ولا من النبي عليه الصلاه والسلام لا يطلب المدد، بل المدد يطلب من الله تبارك وتعالى، لكن ده شرك يعني يعني يمارس في هذه الأمر. فانت تعرف انه المولد بدعه منكره ما انزل الله بها من سلطان، والله الا زول جاهل بس، الا زول جاهل وزول ما عنده موضوع يمشي هناك المحلات دي، لانه محلات فيها فساد عريض وفيها ضلال مبين، وفي كتب جبناها هنا لابد نفتح لك الكتب بتاعت الغوم عشان ما في زول كورك، دار نماذج من شرك وبدع وكفريات التصوف، نماذج من كفريات وشركيات المتصوفه، الخيم المنصوبه دي شايفها الاعلام دي يا اخي، القنا اللي عاملين بيه الاعلام يفتح له زريبه يا اخي، قنا ذاته يحيرك ذاته، قنايه ذاته انا ما اعرفها جايبينها من وين، تلقاه قنايه والدرويش يمسك لك القنايه دي، درويش ما ظالم مهيوبه ماسك القنايه دي زول ما خلى لك يهز عليك لما تحتار انت ذاتك. المهم الرايات المنصوبه دي كلها الان، والله الرايات دي كلها شفت جاهزه لاستقبال الدجال، لانه ديال بيصدقوا اي حاجه بيصدقوا اي شيء، لو قالوا في واحد بيعالج بالكي الجماعه جت صوفيا يقول لك اوه في واحد ظاهر هناك في الكريمت، مش زمان قبل كم سنه كده ظاهر واحد قالوا بيعالج بالكي، قال جاني الرسول في النوم واداني مسمار وقال لك والناس زي وتش الناس اللعمه شال المكسر ومشوا، المواصلات دي بقت بس الكريمت كريمت تش كريمت تش، والله اي زول يدوا لك تشه واحده هنا واحده هنا علامه، والله الا القليل اللي ما انتشوا. المهم واحد ثاني طفل صغير طلع هناك في رشاد قالوا بيعالج بالجراثيم، تمشي له ويدوك جاك بتاع جراثيم يقول لك اشرب،
انت كان عندك سكري؟ الله يعينك الله يعينك، لانه الناس بتصدق الخرافات والاعلام، الاعلام الفاشل والاعلام المضلل يساعد على هذا. الجرائد بتجيب يقول لك قبر فلان الفلاني طلع مويه، ويمكن في ماسوره مكسوره، ما هو احتمالها صح؟ انت الوراق منو ده طلع مويه من القبر ذاته؟ اها يعني قلت قبره طلع مويه، انت تشرب مويه بتاعت عظام شوربه يعني ولا شنو؟ كوارع شنو يعني؟ ما من... يا اخي ده بيشرب، الصوفي بيشرب، اشوف الصوفي، الصوفي بيشرب، الصوفي بيشرب طوالي، يقول لك اوه دي قال ابو يتبو ابو مويه ابويا الشيخ فلان، قالوا دي شفاء من كل داء، ومن شرب منها شربة لا يظمأ بعدها ابدا، بالله يا اخي ما اقول يا اخي، انت قايل مويه زمزم يعني ولا شنو؟ لكن لما الزول يكون جاهل بيصدق. ايوه ايوه طبعا الصوفي بيصدق اي حاجه. فالمهم الناس يعني بتصدق الاشاعات وبتصدق الاكاذيب والخرافات المنتشره، فنشروا كتب، الصوفيه نشروا كتب. وانا بس الكلام ده ان شاء الله جاي ده برواقه يا طالب، والطلبه اللي قدامنا ده نحسبه الناس بيفهموا، ولانه بعدين في فرص، ما اسوء الجو كويس ولسه الشياطين ما جات، لكن بعد شويه الشياطين لما تجي بخشوا صوفيه هنا بقول لك ايوه ممكن الولي يدي الجنة، ممكن ابونا الشيخ يطير، كذا تعال عمل لنا بيان بالعمل، كذا طير تطير والطيارات هسه واقفه يعني تطير انت وتعال كم ما جبناك الوطن راجع، كلام كذب ساي، كذب كله اشاعات وضلال. فالكتب دي فيها كلام، والله ابليس ذاته لو جاء يقول لي صوفيا كترته شويه والله كذا، انا بقرا لك من الكلام ده وانت بعدين تاني احكم، بس خليك يا طالب مركز معانا. ده كتاب سراج السالكين، كتاب سراج السالكين، قال رسائل الذكر والذاكرين، ده بتاع صوفيه ولا بتاع وهابيه؟ بتاع سلفيين. قال الامانه العامه للمجلس القومي للذكر والذاكرين وزاره الارشاد والاوقاف، كتاب سراج السالكين، الشيخ محمد احمد بدر المشهور بالعبيد ام ضبان، ام ضبان ام نحل ام شفت الليله ام نخل، الليله ما بنخليك والله ما بنخليك، مش نشرته باطل ونشرته كفر، نحب نقرا للناس يا ناس ده التصوف، التصوف اذا كانت دي عقائده الكلام ده عنده علاقه بالاسلام الصحيح؟ طيب نفتح الكتاب في الصفحه 114 اول من اول، تعال امسك المايك ده، في الصفحه 114، لا لا قبل 114، مش احنا قلنا نكون صريحين جدا، نكون صريحين جدا، في الصفحة 43 قال الفصل السابع، خلي بالك في الفصل السابع ده، لأنه لما نقول لك الصوفية في قلة أدب ده ترى ده كلام ما حجبنا من عندنا، وأي زول عنده اعتراض الكتاب ده أنا مشتريه من معرض الخرطوم الدولي قبل سنتين ب 50 جنيه وكان سعره 20 جنيه و 15 جنيه. الزول قلت له اسمع داير الكتاب ده، قال لي يا والله ده للعرض بس لأنه ما شافني، قلت له والله انا جاي من بعيد والكتاب ده والله انا مهم جدا دايره كده، داير اشوف الحصل فيه شنو، طلعت له 50 وديته له كده مدته، خطف ال 50 قال لي خلاص بشوف لي واحده ثانيه، يا مجرم يا بتاع القروش، داير قروش بس، عشان كده بيع اي حاجه، والله يبيع مش يبيع لك كتاب، كان جبته بيع صلعته ذاته يبيع عليك. المهم قال الفصل السابع في التسليم وعدم الانكار، يا صوفي يا طلبه يا الكلام ده اسمعه تماما وخليك زول يعني قيس الكلام ده بعقلك القدر اللي عندك من العلم، هل الكلام ده بوافق الكتاب والسنه ولا بخالف؟ قال وقال رضي الله عنه، ده من كلامه يعني، قال اذا رايت منهم من تعدى ونح، قال لو لقيت الشيخ يتعدى الحدود قتل سرق عمل اي حاجه ما تساله ونح، ناح يعني لقيته عامل له فراش وعامل له بيبكى يبكي ويصيح ويكورك، قال ما تسأله، قال إذا رأيت منهم من تعدى ونح أها وفعل أفعالا قباح، أفعال القباح دي تعرفها شنو؟ هو بيجي يفسرها لك بعد شوية تحت عشان داري يبرر لشيخه داري يبرر لنفسه، قال ولو أن ولو يأتي إلى البهائم، ولو يأتي إلى البهائم، أنت عارف الموضوع ده ولا نشرح لك ثاني زيادة؟ كفاية؟ هاي الرسالة وصلت. قال ولو يأتي إلى البهائم وقال إرادته النكاح، قال لو جال البهائم قال وإرادته النكاح، أنا غايته ما بفسر وإنت ما تقصر. قال
قال فلربما حصل للنخل اللقاح. أشياء قال تشوفه مع البهيمة. قال أنت في الظاهر ده مع البهيمة، لكن في الباطن بلقح في النخل. النخل لأنه السنة دي التمر داير إنه يطلع كبار شوية. يا ناس ده دين، ده دين الصوفية، عشان ما يغش شيخ صوفي وما يغش شيخ أخو مسلم يقول لك دال جابوا الدين، وهؤلاء أهل الله، وهؤلاء أهل التقابة. تقابة مولعة في راسك يا أخو يا مسلم يا مجرم، تقابة مولعة في راسك، لأنه مجرم ببرره وفعاله. الأخ المسلم ما شفت ذاك؟ قال وقد أفاض شيخنا البرعي في قصيدته مصر، وذكر الزهاد والعباد من أهل الله من الرجال والنساء، كلكم عطالة، رجال ونساء، رجال ونسوان كلكم عطالة. المهم قال فلربما حصل للنخل اللقاح. قال وهذا كله حجاب وحفظ للأسرار من فرط الإباح، فلا تجد فيهم إلا بكثرة الإمداح. بعد ده كله قال لك بس شكروا بس، الله ابونا ده قوي، ابونا ده ما شاء الله طلع شنبه، ابونا ده بيطير بالعنقريب، ابونا ده يا زول قوي شديد، يا زول 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 يفعل افعال زي دي وتشكروا. هسه نحن لما ناكل بسطه وحليب يقولوا انتوا بتاكلوا بسطه وحليب، هذا طيب ده اللي بيعمل عمليه زي دي ده عندك لو جاتوا فهم ده هسه تنزلوا في اتي منزل يعني شماشي سفيه صعلوك ده شنو؟ تنزلوا في اتي مرتبه الان ده عمك ده عمك بتاع النخل ده. يا ناس ما تلعبوا علينا يا صوفية، ما تلعبوا على الشعب السوداني، عشان كده دي دعوة للشعب السوداني كله، ده دين الصوفية عشان ما يغشوك. كلامنا ما بقولوا فيه ليه؟ ما بقولوا ليه؟ وما بيقدروا يواجهوا ليه؟ لأنه الكلام ده يعني كتبوه وسطروه ما يقدر ينكروه أبدا. قال لا ألا تدري أن من أنكر عليهم، قبل مش قلت لك الشيخ بيقول لك ما تنكر عليه؟ قال ألا تدري أن من أنكر عليهم خربت داره وفافا وراح. قال 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 وقال ايضا ده الشيخ ذاته، قال وقال ايضا لا يجوز الانكار على اهل التعلق ولو قتلوا النفس بغير حق. قال لو قتل نفسي عديل ما تنكر عليه يا زول، وربنا في القران حرم قتل النفس. قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. ده قال لك ما تسألوا أبدا. ده الموضع الأول. الموضع الثاني في الصفحة 114 من هذا الكتاب سراج السالكين، والكلام ده الصوفية الآن يعني المقاطع دي كلها واصلهم، ما تتخيل انه كلامنا ده ما واصلهم، واصلهم تماما وعارفين شغلنا ده، لأنه يعني فقدوا كثير من القاعدة والزرايب قربت تفضى، وإن شاء الله بمزيد من الدعوة إلى التوحيد تفضى الزريبة وتفضى الشيكانيبة ومرحي ومشير كمبان كلها تفضى، والناس كلها توحد الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى. بس إن شاء الله الناس توحد الله، وأي طالب أي طالب في الجامعة دي ولا الآن سمع الكلام ده يمشي حذر أهله. أبوك عنده طريقة أمشي أقعد معه بالراحة، يا أبوي الله قال الرسول قال ما تنادي فلان وقالوا ما تدعو فلان، اتكلم معه عشان يرجع للحق، لأنه في ناس كثيرة والله ماتوا على العقائد دي، عقائد كاذبة، عقائد باطلة، عقائد شركية. أسمع الكلام الجاي ده، والله ده من أكبر الكبائر ومن أعظم الجرائم التي في هذا الكتاب. في الصفحة 113-114 قال إن لله 8 أولياء كمل، إن لله 8 أولياء كمل، 4 باليمن و4 بالسودان. قال فأمسك عن الأربعة الذين باليمن وذكر الذين بالسودان. قال منهم إدريس والدلارباب الفركة، إدريس والدلارباب الفركة ده قالوا وقد أكرمه الله بفركة من لباس الجنة. ده من بطن أمه يطالع مقصر بالله، مقصر بالله، شفت زي المندي الدريبري داك شفته؟ قال طالع من جوا بفرقته. يا ناس الكلام ده هسه لو قلته لطرمبه بتاع امريكا ده، طرمبه الجديده، قول له في واحد كده جا طالع مقصر كده يقول لك نو نو نو، والله ده كما قال لك هذا الامر لا ينبغي. فانت قال وعند اهل الله، قال ومنهم ضفع الله المصوبا، وعند اهل الله يسمى بمصوبا الحضرات. قال وقد جر الشمس مع الملائكة 40 سنة. يا ناس
الشمس جارينها ملائكة، ده قال جارينها مع الملائكة، والكلام ده باطل، لأن ربنا قال والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا جارينها ملائكة ولا أي حد، لكن ده الصوفي قال جرى الشمس مع الملائكة 40 سنة. عشان كده في واحد مدحه قال ضفع الله المصوبا، الشريف نسبه جر الشمس مع الملائكة ما قلبه، والتمساح حجر في شان جلو قلبه، ده قالوا جر الشمس وقلب له تمساح حجر، كان تقلبه ذهب، انت كان اصلا ده بتقلب اقلبه ذهب، اقلبه يورانيوم، اقلبه زبادي، اقلبه يعني اي حاجه، كوسكوليتا، حاجه حلوه الناس يستفيدوا منها. هسه البلد دي ناقصه حجار؟ ناقصه حجار بلدي؟ بهنا في جبل وبجاي جبل والمرخيات وهناك وهناك وجبال، يا زول بلد دي كلها جبال، بلد كلها جبال، قال قلبه حجر، كذاب ما بيقلب اي حاجه. قال ومنهم الشيخ، قال ومنهم الشيخ حسن وتحسونا، الولد الثالث اسمه منو؟ حسن وتحسونا. قال وكان قال ولقد احيا واحيا الاموات بسره وملك من خزائن الاسرار ما ملك. اللي بيحيي الاموات منو يا طلبه؟ الله ولا وتحسونا؟ لكن البرعي قال لا، البرعي دائما مخالف، البرعي ده زي المكان المعارضة، شفتها؟ برعي ده زي المكان المعارضة، في أي شيء بيعارض ربنا قال أنا بدي الجنة، البرعي قال لا، قال الكباشي برضه بدي الجنة. ربنا قال أنا بنزل الأمطار، اعترضوا الصوفية قالوا لا، نحن برضه بننزل الأمطار. ربنا قال أنا بجيب المضطر، البرعي قال برضو الناس إن جاء مصيبة ينادوا إسماعيل الولي، وكذب كله وافتراء. المهم قال ومنهم الشيخ أحمد الطيب البشير، منهم الشيخ أحمد بن الطيب البشير، ده ماله؟ ده جريمته والله كبيرة. قال ربنا ملك الكون 33 سنة ما ضيع منه جناح بعوضة. الكلام ده بيصدق؟ الكلام ده بيخش عقل زول فطرته سليمة؟ إنه ربنا ملك الكون 33 سنة لأحمد الطيب البشير، وتاني الشيخ رجعوا له؟ يا ناس ده والله من أبطل الباطل ومن أعظم الكفر والزندقة والشرك بالله تبارك وتعالى. قال لم يضيع فيه جناح بعوضة. يا ناس ده دين الصوفية، عشان ما تتغشى، عشان ما يجيك واحد يقول لك لا أنتوا طبعا ما فاهمين، لا تعال فهمنا أنت. الموضع الثالث هنا إن شاء الله.